عبد الحكيم عامر الطويل، مواليد طرابلس، مهندس نووي، نشتغل في مركز البحوث النووية الليبي، باحث. 1972 كان بوي يملك أرض، فجأة صدر قانون إما أنك تبيع الأرض للدولة ب10% من قيمتها أو تغصب منك. اللي ما قدرش عليها الكلام هذا خيروه أنه ياخذ قرض ويبني باش يتجاوز هالموضوع هذا. أبوي أخذ قرض 10 سنوات تخلصه، ولكن الأسعار ارتفعت ما قدرش يكمل باقي القرض، استلف وباع. ومع ذلك فجأة بعد 3 سنوات في 1975 يصدر قانون بتأميم جميع الأملاك، خلصت ما خلصتش، بنيت ما كملتش. طبعا بوي يعني شبه فلس. بعدها عشنا على العمارة الثانية والأخيرة اللي كانت ملك أبي، 6 شقق عشنا عليها، مع أن إيجارها كان متواضع، ولكن حتى هالعمارة هذه ما ارتحناش بها. يعني هو بعد 3 سنوات بس، يعني في 78 يصدر القانون 4 ويتم غصب هذه العمارة أيضا. طبعا يعني أبوي فلس حقيقة، بكل صراحة فلس، فكيف بيعيش عنده 3 أولاد وبنت وخشينا جامعة؟ فاضطر أن يرجع للجان التعويض يطلب منهم شقة حل فلوس. عرضوا عليه ثمن بخس 20% من قيمة العمارة، فوجد نفسه مضطر، ما فيش أي حل آخر للعيش ياخذه، ولكن دون أن يوقع أي عقد أو وثيقة يتنازل فيها عن ملكه حتى اليوم. حتى التعويض هذا اللي بعض الناس تحسبه يعني هو 20% من القيمة الحقيقية، وشيك ينتقل إلى المصرف طوالي، أنت ما تأخذ شيء في إيدك، وعندك شرط لا يمكن أن تسحب أكثر من 500 دينار في الشهر، مما يعني أن الهدف الأساسي من اللعبة كلها هو ضرب رؤوس أموال الليبية الأصيلة وعدم إعطائها أي فرصة لفتح أي مشروع جديد بعد هذه الضربة. احنا عشنا أبناء مقاول، وكان مش مقصر حقيقة، كان بوي عايش لينا من أجلنا، وفجأة أصبحنا عايشين 7 ولا 8 أرواح على 500 دينار، وما في شيء يعني. يعني الحقيقة فقدنا الكثير. يعني أنا كان عندنا طموحات أني ندرس نكمل دراستي، ما كملتش دراستي، كانت عندنا طموحات أني نتزوج، أنا تأخرت جدا في الزواج يعني زيني زي باقي جيلي المتضررين من هذا، طموحات أحلام بالسفر بتكوين مشروع خاص بنا. كان أبوي يفكر أنه بيدير فندق، بيدير مستشفى، هذا يعطيه فندق، كلها اضمحلت وعشنا على الكفاف. قسمنا نفسنا، واحد عليه الكهرباء، واحد عليه التليفون، واحد عليه الخضرة، وعشنا بهذه الطريقة، ولا زلنا حتى اليوم احنا اللي نصرف على ابوي وامي. يعني هذا ما جناه علينا القانون 88 اللي سماه تطوير عمراني، يعني يا له من تطوير لعمران ليبيا والله.